السلام عليكم، حياكم الله من مقطع ثاني. نائب سينسي معاكم ورجعنا لكم في ديابلو 4. كان من ربي حدثكم جهة جديد، يتمنى الاشتراك واتمنشوا القناة موقع التواصل الاجتماعي، أكون شاكر لكم. في مقطعنا اليوم طبعا ما راح نشرح أي حاجة أو شيء، لكن راح نتكلم عن موضوع مهم وهو مستقبل لعبة ديابلو، أو خلينا نقول مستقبلنا احنا او مستقبلي او مستقبل اغلب اللعيبه في ديابلو، هل بيستمر او لا. صراحه ديابلو بالنسبه لي من الالعاب الجميله جدا صراحه، يعني متحمس لها والهايب مره مره عالي، يعني ما اقدر اقيس لكم بقياس الحماس اللي انا متحمس فيه اني العب ديابلو. وعشان كذا كان ممكن يوم اصور يوم ما اصور، يوم اسوي بث يوم اسوي شرح. ليش؟ لانه اغلب وقتي قاعد الفل، ابغى اوصل 100 علشان ارتاح من الليفلينج، اوصل 100 في اللعبه هذه عشان خلاص اطلع كل حاجه اعلى ليفل، يصير بس اهتم بالجير اللوت والامور هذه. صراحه في تغريده بالامس شفتها، وفيها ارتكل او فيه مقال موجود، بحط لكم اياه على الشاشه. الفكره انه ديابلو زي ما انتم عارفين راح تكون فيها سيزون باس، سيزون 1 بعدين سيزون 2 سيزون 3 4 والله الى ما ادري، لكن سيزون 1 راح يجي قريب. وطبعا سووا بث المطورين قبل اسبوع تقريبا، وتكلموا عن البث والاشياء الجميله راح تجي ومدري ايش وكذا وكذا كذا كذا، الى انه طلعت فيه معلومه جدا جدا مهمه وممكن تزعل البعض. انا حماسي كان 1000 من 100، الان صار 1 من 100. ليش؟ يقول لك اول ما ينزل السيزون باس ما راح تقدر تلعب في الشخصية اللي انت تلعب فيها حاليا في السيزون باس. يعني كيف؟ يعني تخيل حاليا احنا في سيفرات لحالهم، هذول اللي انت الشخصية اللي انت تلعب فيها حاليا قبل السيزون باس هذه راح تكون في سيفرات لحالهم مشتركة. اذا تبغى تلعب السيزون باس لازم تسوي شخصية للسيزون باس الجديد. يعني اول ما تسوي شخصية للسيزون باس، طبعا شخصية جديدة تبدأ من الصفر، والشخصية هذه حق السيزون باس ما تقدر تلعب مع صاحبك اللي ما يلعب في السيزون باس، يعني ما تقدر تقابل ناس ثانيين في السيفر إلا واحد يلعب في السيزون باس. يعني لو يرسل لك انفايت يقول لك والله خويك ما يقدر يجون، ليش؟ لأنه مو مسوي شخصية سيزون باس. طبعا السيزون باس أكيد كلنا نبغاه، ليش؟ لأنهم قالوا في الشخصيات أو قالوا في السيزون باس راح يكون في جوائز جديدة، راح يكون في آلية جديدة للإند جيم، نايتمير جديد وما أدري إيش، أغراض أسلحة دروع يونيك، أشياء جديدة ما تقدر تحصلها إلا في السيزون باس. يعني لو تلعب في قول لا خلاص ما أحتاج السيزون باس ما راح تجيك الأشياء الجديدة، ما راح تجيك. هنا المشكلة. فما أدري صراحة كيف أشرح الموضوع، لكن شوية مخيب الآمال. فصراحة أنا ماني عارف يعني التوجه هذا إيش هدف. يعني تخيل إنه أتكلم عن الناس اللي تلعب مثلا من 5 ساعات أو 4 ساعات إلى خلينا نقول 8 ساعات، وكل مرة يسوون نيرف للإكس بي عشان لفلك يصير أبطأ، ف بيروح فعليا يعني وقتك كله بيروح في التلفيل، ما تقدر تستمتع بالأشياء الثانية. وهذا شيء أبدا ما هو حلو يعني صراحة. ما أدري، لكن اكتبوا لي أنتوا رأيكم عن الموضوع هذا. إيش تشوفون الفكرة إنه كل سيزون راح لازم تسوي شخصية جديدة، شخصيتك اللي ضيعت وقتك عليها وجهدها خلاص صار نوعا ما منها فائدة، هل هذا شيء حلو ولا لا؟ يعني كل سيزون تبدأ شخصية جديدة وتبدأ من الصفر، ترجع تقريبا نفس القصة تخلصها وترجع تسوي فارم وتلعب الأشياء الجديدة اللي أضافوها في السيزون. وأنا متأكد الأشياء الجديدة هذه يعني بتكون أشياء محدودة، يعني ما يقدرون ينزل لك لعبة كاملة كل سيزون أكيد. فيب هذا الموضوع حق اليوم. ما أدري صراحة، أتمنى تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وانا
حاليا في فترة ماني عارف هل أكمل شروحات أو أقفز على لعبة ثانية أو ننزل بثوث، ف شوية محبط شوية محبط. على العموم كل حاجة اليوم استمتعتوا، كان معكم من السلسة، وأشوفكم على خير في المقاطع الجاية. السلام عليكم. يعني نطلع البربيريان لا لا مو البري، لا ماه بندر نشيب هرب وماش هرب 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 ملا ماشي 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 بس كمسك. يا استنى والله كفو 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 طيح الهندري ما ودي دحشر طيح الهندري يا رجال طيحوا يطيحون هنيك يا رجال فوق 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 مره فوق ذا نيف روك 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 روك